السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا على نقشات العيد متجمعين. كلنا طبعا دلوقتي بنفكر هنعمل ايه في العيد، اللي هيعمل كحك واللي مش هيعمل كحك واللي هيشتري كحك واللي ملهوش في الحاجات دي. فانا قلت اعمل لكم كام نقشة كده تساعدكم في عمايل الكحك. عملت لكم مقدار صغير خالص خالص، ربع كيلو دقيق، وحطيت عليه 50 جرام زبدة ورشة من الملح، معلقة من العسل الابيض، وشوية من بهار الكحك، وهنعجنهم بمية أو بمية ورد، وللحشوة تمر مفروم وزبدة وسمسم. هنحط الدقيق وعليه الملح وعليه رشة من البهار والزبدة ومعلقة العسل، وندخلهم في بعض كويس، ونكمل بمية أو بمية ورد لو بنحب مية الورد. العجينة دي مش عجينة الكحك بتاعنا الناعم الدايب، هي عجينة تانية خالص، لكن حلوة قوي في التشكيل وليها طريقة استخدام تانية كده. يعني ايه؟ بعد ما بنخلص الكحك بنسقيه بشربات علشان يبقى مسكر وبيطريها، يعني الشربات بتاع الكنافة كده بيطريها بعد ما يستوي، لكن ممكن نستغل نقشاته. يعني هناخد جزء من العجينة نحط عليه معلقة الكاكاو علشان نزين بيها، وجزء تاني هنلونه باللون الأحمر، وهنعجن التمر بالزبدة مع السمسم ونشكله بكور. نحاول نوزنهم كلهم يكونوا مقاس قريب من بعض. لما بتكون الحشوة كلها قد بعض والعجينة كلها قد بعض بتطلع كحكاية مظبوطة، كله نفس الشكل، كله نفس اللون في التسوية. هناخد قطعة من التمر ونحطها جوه العجينة. الناس بقى اللي ملهاش في المنقاش او ما عندهاش منقاش هنستخدم القطاعة الجاهزة او البصمات الجاهزة اللي هي تديني شكل على طول، هتبقى بالشكل ده. وناخد جزء من العجينة حمراء ونقطعها بقطاعة اصغر مقاس خالص في القطاعات، ونحطها في المركز بتاع الوردة، وبالأداة بتاعت التزيين دي او بأي حاجة، ممكن بعود خلة مثلا او بأي حاجة، اعمل فتحة كده اظبط الوردة وارجع احط لها لولاية من فوق. طبعا الشكل جميل لكن غير المنقاش خالص، يعني شايفين الشكل؟ الشكل لوحده جميل لكن المنقاش له سحر تاني. هاخد جزء من العجينة وافرده بالنشابة وبالقطاعة، هنا القطاعة المشرشرة متوسطة يعني عشان ما تبقاش الكحكاية كبيرة، كل ما كانت الكحكاية صغيرة بتبقى حلوة. هندخل فيها الحشوة ونحاول نقفلها من كل ناحية بحيث ما يبانش اي جزء من التمر. الشكل ده هعمله مدور عادي، يعني حشيته برضو بالتمر، وأنقش حوالي داير نقشة خفيفة، نقشة رفيعة خالص. هفضل ألف بالمنقاش لحد ما أخلص. أنا صبعي في النص حطاه في النص عشان يديني يعني مرشد إن ما دخلش المنقاش أكتر من كده، وبصبعي أدوس دوسة صغيرة وأقدر أحط لها لوزاية في النص كده. الشكل التاني. الشكل التالت، باخد المنقاش واخد الكرة بتاعت العجينة المحشية بالتمر، وبعمل خط يعني بالطول، بعمل قطر للدايرة من الأول للآخر، وبفضل من أول القطر ده لحد تحت، يعني سنان المنقاش تيجي مكان الخرم اللي قبله، يعني لحد ما أخلص نص الدايرة. اخد نص الدايرة كله نقش، والنص التاني هسيبه من غير ولا نقشة. في الحالة دي ممكن لما أجي أزينه بقى بعد ما يستوي ممكن أرش سكر بودرة على النص اللي ما تزينش. ده بالنسبة للشكل التالت. هنا أنا قفلتها على شكل مثلث زي ما بنعمل فطاير السبانخ، يعني أخد نص الدايرة لحد النص، والنص التاني أقسمه على اتنين، أقفل التلات أضلاع بتوع المثلث، وبعدين بالمنقاش أدوس عليهم بالمنقاش مرة بالطول، وارجع أنقش الجناب بتاعة المثلث، وزيادة تأكيد وزيادة نقش أعمل تاني من فوق الخطوط بالمنقاش. أصبح كده عندنا الكحكاية منقوشة من كل مكان. طبعا شكل المثلث جميل جدا في الكحكاية، النقشة واضحة والكحكاية صغيرة وجميلة. مش هنكتفي بكده، هناخد قطعة من العجين اللي لوناه بالكاكاو، وبرده هعمل وردة صغيرة خالص أحطها في مركز المثلث. شايفين؟ شايفين المنظر؟ وبرده لولاية عادي، ممكن نحط قرنفلاية مثلا لو مش حابين اللولي. بعد كده هفرد العجينة وأعمل الحشوة برده أسطوانة، وبعمل لفة ونص، ما كترش عجينة عشان ما يبقاش تخين، وبقطع بالسكينة
المقاس اللي انا عايزاه، وبرده زي ما قلنا بحاول نقيس كله على بعضه علشان يبقى كله نفس الطول نفس الحجم، يبقى حلو في الشكل وبرده في التسويه. بالمنقاش هاخد من الجنب كده وانقش، انا عندي المنقاش ده زاويه، يعني الف الكحكايه العكس واعمل العكس علشان يعمل لي زي زجزاج، الفها كمان لفه ويديني كمان عكس تالت، يفضل عندي الجزء الاخير خالص اللي هو الاول ناحيه من تحت عشان تبقى الكحكايه منقوشه من كل ناحيه. وبرده بالقطاع هاخد جزء من العجينه الحمراء واعمل ورده صغيره خالص واحطها في الجنب كده. شايفين الجمال ده؟ مش كحك بقى. هنا هقطع بالسكينة، هلف نفس الرول اللي عملناه وأقطع بالسكينة، هفضل أعد كده 9 خطوط بالسكينة، 9 خطوط بالسكينة، والعاشر أقطع الكحكاية وألفها بإيدي من قدام شوية، تلف على بعضها أصبحت عاملة شكل يعني نقول الفصلة مثلا الملفوفة، وبرده وردية باللون البني ولولاية. هنا برضو عملت دايرة بالقطاعة وحطيت فيها جزء من التمر وحلفها شكل القرطاس، وهقفل القفلة بالمنقاش والجنب اللي الناحية دي بالمنقاش، أملاه كله بالنقشات خالص، وألف الكحكاية الناحية التانية وأنقش من الناحية التانية. نفس الشكل ده ممكن أقفلها وتبقى شكل القطايف مقفولة خالص وأنقشها من فوق كلها. برضو ممكن أعملها نفس الاسطوانة اللي حشيناها، أعملها اللي هو اللي احنا عارفينه كلنا المدور المفتوح، لكن أحط وردية على القفلة علشان ما يفتحش مننا، وممكن بالشكل ده وردات صغيرة من أي لون، البني أو الأحمر أو أي لون، أعمل وردات على الكرة، ودي بالحروف بالأحرف بالمسطرة بتاعت الحروف كتبنا اسم فرندا بتاعتنا، نقدر نكتب اسم أولادنا اسم أحفادنا اسم أي حد بنحبه، وهنحطهم كلهم في صينية على درجة حرارة 180، هياخد تقريبا ربع ساعة 10 دقايق. الكحك ده المفروض انه ما يغمقش، شايفين من جوه الحشوة عاملة ازاي، كلهم لو هنفتحهم هنلاقي نفس كمية التمر جوه، نفس السوى نفس اللون. ياريت نقشاتي النهاردة تكون عجبتكم، ده جزء من النقشات، انا عاملة ربع كيلو عشان بس كم نقشة كده معينين، يا رب تجربوه يعجبكم، ياريت تدعمونا بالاشتراك في القناة ولايك وشير، وياريت توروني نقشاتكم عاملة ازاي واتعلم منكم زي ما بنتعلم كلنا من بعض، وكل سنة وانتم طيبين.